الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم درسنا في هذا اليوم هو استمرار لدرسنا السابق وحديثنا في الفصل الثالث حكم الماء القليل وهو من كتاب الطهارة من كتاب منهاج الصالحين الجزء الاول لسماحه السيد السيستاني مد ظله الوارف، قال حفظه الله في تكمله الحديث في هذا الفصل الثالث: وماء الاستنجاء كسائر الغسالات ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه اذا لم يتغير بالنجاسه. ذكرنا في درسنا السابق أن الماء القليل المستعمل في رفع الخبث نجس مطلقا حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل فإذا كان المحل قد طهر ومع ذلك يعني هذه الغسالة النازلة ستكون نجسة على الأحوط وجوبا والحالة الثانية أيضا الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة إذا كانت هذه الغسلة قد غسلت الموضع ولكن بقيت عين النجاسة على حالها لم تزل فحينئذ هذا الماء النازل الأحوط وجوبا سيكون نجسا أيضا واما ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء هو الماء الذي يستعمل في التطهير من البول او الغائط. هذا الماء بالخصوص اذا كان ماء قليلا مستعملا في رفع في رفع نجاسة البول في موضع البول او رفع نجاسة الغائط في موضع الغائط. هذا يعبر عن الماء النازل يعبر عن ماء الاستنجاء يقول هذا ماء الاستنجاء وإن كان ماء قليلا إلا أنه غسالته كسائر الغسالات فهي من ناحية النجاسة قد تكون نجسة هذا الماء النازل سيكون نجسا لأنه قد استخدم هو ماء قليل وقد استخدم في التطهير من البول في موضع البول او استخدم للتطهير من الغائط في موضع الغائط ولكن مع ذلك الماء المتطاير الرذاذ المتطاير منه لا يكون منجسا لا يكون مسببا للنجاسة وهذا حكم استثنائي خاص بماء الاستنجاء فهو في الاصل نجس الا انه لا ينجس الا انه لا يوجب النجاسه لا يسبب النجاسه ولذلك قال حفظه الله ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه فحينما يتطاير رذاذه يتطاير قطرات منه على باقي اجزاء البدن على مثلا الفخذين او اطراف المخرج فمع ذلك هذا الماء لا يجب اجتنابه يعني كانه سيكون كانه طاهر كانه بحكم الطاهر ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه ولكن هذا الاجتناب لا يجب الاجتناب عن ملاقيه ايضا وفق شروط وليس على اطلاقه وانما هناك عده شروط في ماء الاستنجاء لكي لا يكون مسببا للنجاسه ولكي لا يجب الاجتناب منه فهناك عده شروط، الشرط الاول ان لا يتغير بالنجاسه، يعني انه لا تكون هناك نجاسه كثيره بحيث ان هذا الماء المتطاير او الرذاذ المتطاير من التطهير من موضع الغائط مثلا او موضع البول كان كثيرا كانت النجاسه كثيره بحيث سببت تغير الماء بحيث ان لون الماء اختلف مثلا فهذا الماء عند اذا اهتذا تغير بسبب النجاسه وتطاير الى موضع اخر رذاذه صار في موضع اخر هذا الموضع الاخر سيتنجس وسيكون سيجري عليه حكم النجاسة فإذا حتى لا يجري عليه حكم النجاسة ولا يجب الاجتناب عنه الشرط الأول أن لا يتغير بالنجاسة لا يتغير كما ذكرنا سابقا التغيير المقصود هو التغيير باللون أو الطعم أو الرائحة فالشرط الأول قال إذا لم يتغير بالنجاسة الشرط الثاني ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد في بعض الأحيان قد يكون حينما تخرج النجاسة من موضع البول أو موضع الغائط تنتشر وتقع في مواضع أخرى لا علاقة لها بموضع الخروج وإنما تقع على منطقة أخرى فيتطاير مثلا حينما يخرج البول قد يكون بشكل بحالة يتطاير يعني تقع بعض القطرات من البول على الفخذ مثلا أو على أطراف أخرى بعيدة عن المخرج ففي مثل هذه الحالة هذه الـ 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 يعني هذا البول المتطاير الذي وقع في مكان اخر سيجري عليه احكام النجاسات نجاسات بالبول ولا علاقه له بالاستنجاء فاذا الشرط الثاني ان يكون التطهير للنجاسه المرتبطه بمحل خروج النجاس التي هي ما لم تتجاوز موضع النجاسه في نفس موضع النجاسه او في اطرافها القريبه التي تعتبر من لواحقها ومن توابعها اما اذا كان النجاسه نجاسه الغائط او نجاسه البول قد سرت وتوسعت وابتعدت عن موضع عن الموضع المعتاد لخروجها فحينئذ الماء الذي اطهر به هذه النجاسه سيكون حكمه حكم باقي الماء الذي ذكرناه سابقا من انه ماء الغساله سيكون نجسا ومنجس انما استثنينا ماء الاستنجاء متى؟ اذا كان هذا ماء الاستنجاء قد طهر الموضع المعتاد وما يرتبط به وما يتعلق به اما اذا كانت النجاسه قد توسعت او انتشرت في اماكن اخرى في مواضع اخرى فالتطهير منها له حكمه العام الذي ذكرناه سابقا وهو انه كل تطهير من النجاسه الغساله النازله ستكون نجسه ومنجسه فلا بد من الالتفات جيدا انه انما يكون ماء الاستنجاء لا يوجب النجاسه، لا يؤثر النجاسه في المواضع التي يصل اليها ويتساقط منها اذا كان قد طهر نفس الموضع المعتاد موضع خروج النجاسه. اما اذا كان يعني التطهير به صار في مواضع اخرى، النجاسه لانها سرت انتشرت في مواضع اخرى فالماء النازل على نجاسته ويكون وسالته وسالة نجسة ومنجسة لابد من الالتفات لهذا الشرط إذا الشرط الثاني ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد الشرط الثالث ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة يقول إذا تم التطهير بعض الأحيان عند التطهير من الغائط مثلاً قد تكون هناك أجزاء صغيرة عند التطهير أيضا تتساقط مع الماء فإذا كانت قد تساقطت مع الماء ووقعت على البدن وقعت على موضع آخر من البدن إذا هذا الموضع سيكون قد تنجس لأنه هناك نجاسة قد سقطت عليه ما دام هناك نجاسة متميزة مشخصة معلومة قد سقطت وان كانت مصحوبه بماء الاستنجاء الا انه هذا ماء الاستنجاء سيكون نجسا ومنجسا للموضع الذي وقع فيه بسبب اختلاطه ووجود عين النجاسه المتميزه معه هذا ايضا الشرط الثالث الذي لا بد ان نلتفت اليه لكي يعني لكي تكون لكي يكون ماء الاستنجاء باقيا على حكمه من ناحية عدم تنجيسه، من ناحية عدم وجوب اجتناب المكان الذي يلاقيه. هذا الشرط الثالث، والشرط الرابع ولم تصحبه نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل. فالشرط الرابع يقول أن ماء الغسالة لابد أن لا يكون معه أيضاً ماء الاستنجاء لابد أن لا يكون معه أيضا نجاسة أخرى، بعض الأحيان قد يكون الإنسان يتطهر من الغائط ولكن يكون معه دم مثلا، فهذه النجاسة التي خرجت من الداخل الدم، قد يكون بعض المرضى بالبواسير مثلا يبتلون بهذا الابتلاء والعياذ بالله فيخرج مع الغائط الدم فيتلوث الموضع بالدم فحينئذ عند التطهير بالماء القليل وتطاير هذا الماء ماء الاستنجاء هذا الماء المتطاير الرذاذ المتطاير بسبب الاستنجاء حيث انه ليس ماء ل لي التطهير من الغائط فقط وإنما صار هو للتطهير من الغائط ومن الدم الذي يصاحبه فحينئذ سيكون ماء الاستنجاء نجسا غسالته غسالة نجسة لأنه لأنه تم التطهير بالماء القليل هذه أهم مشكلة في الماء القليل أن رذاذه غسالته ستكون نجسة اما عند استعمال الماء الكر عند استخدام الماء الكر فهذا الماء المتطاير الرذاذ المتطاير ما دام لا يصحبه نجاسه عين النجاسه سيكون مهما تطاير مهما وقع رذاذ على اماكن اخرى من البدن تكون طاهره وعلى طهارتها فهذا فارق اساسي ومهم جدا بين الماء الكثير والماء القليل من ناحيه الاثر والنتائج المترتبه عليه فلذا قال لم تصحبه نجاسه اخرى من الخارج قد يكون يدي كان فيها دم عندما استخدمتها لتطهير الموضع من الغائط او من البول فصارت اختلط الدم بحاله يعني مع الماء مع الماء المستخدم في رفع البول في تطهير البول مثلا او في تطهير الغائط فحينئذ هذه النجاسه الخارجيه اختلطت وعند التطهير بالماء القليل تطاير الرذاذ، هذا الرذاذ المتطاير سيكون عباره عن غساله نجسه. وحينئذ لا بد من تطهير المواضع الأخرى التي أصابها هذا الماء أصابتها الغسالة فلذلك لا بد من الانتباه أيضا لهذا الشرط إذا الشرط الرابع ولم تصحبه نجاسة أخرى من الخارج كما ذكرنا مثلا كانت من اليد دم مثلا أو غير الدم نجاسة أخرى كانت خارج ليست هي نجاسة الغائط أو البول فأصابته أو أصابته من الداخل كما ذكرنا إذا كان الدم قد خرج مع الغائط مثلا أو خرج مع البول مثلا فهي نجاسة أخرى غير البول والغائط قد خرجت من الداخل فحينئذ هذا الماء المستعمل القليل سيكون غسالته غسالة نجسة ولا بد من الالتفات إلى أن رذاذه سيكون منجسا ولا بد من تطهير المواضع الأخرى التي أصابت أي التي أصيبت يعني بهذا الماء وقال ولم تصحب نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط التي هي الشروط الأربعة التي ذكرناها إذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنب آه لم يجب التجنب عن ملاقيه يقول حينئذ بعد هذا الماء الذي ماء الاستنجاء مع اجتماع هذه الشروط حينئذ سيكون بحكم الطاهر، طبعا الفقهاء اختلفوا ايضا، بعضهم قال هو طاهر، بعضهم قال لا هو نجس ولكنه على كل حال لا يجب اجتنابه، لا يجب التطهير منه، يعني من ناحيه الاثر العملي النتيجه واحده انه لا يجب التطهير منه، اينما يقع مع اجتماع هذه الشروط الاربعه اينما يقع على اي جزء من اجزاء البدن او الملابس فتبقى على طهارتها ولا تتاثر ولا يجب تطهيرها، المهم انه لا يجب تطهيرها حين الصلاه مثلا وهي باقيه على طهارتها ولا يجب اجتنابها، الى هنا ينتهي الحديث في هذا الفصل الثالث، ننتقل الى الفصل الرابع من من فصول كتاب الطهارة في مبحث المياه وأحكام المياه وفي هذا الفصل يتحدث سماحة السيد مدظله عن حكم الماء المشتبه الذي يكون فيه حالة اشتباه وعدم وضوح وعدم يقين في خصوصياته كما سيبين وهو حالة العلم الاجمالي. في حالة العلم الاجمالي تارة عندنا لتوضيح الصورة، تارة عندنا علم تفصيلي بشيء معين، كما إذا كان أمامي إناء، وهذا الإناء أعلم بالقطع واليقين أنه طاهر، أو أعلم بالقطع واليقين أنه نجس، فحينئذ أطبق حكمه الشرعي، وهذا ما تحدثنا عنه في البحوث والدروس السابقة. أنه هناك علم تفصيلي وواضح ويقين بأن هذا الماء ماء طاهر أو أنه ماء نجس فحينئذ إذا كان نجسا لا بد من اجتنابه أو الالتفات إلى أنه رذاذه والقطرات المتطايرة منه مثلا فستكون نجسة ومسببا للنجاس أما إذا افترضنا حالة أخرى هناك علم فيها ولكن هناك من جهة أخرى حالة من الاشتباه وعدم الوضوح وهذا ما يعبر عنه بالعلم الإجمالي ومثاله لتوضيح الصورة إذا كان عندنا إناءين أو إبريقين إبريق فيه ماء والثاني أيضا فيه ماء وشككنا انه اي منهما نجس واي منهما طاهر يعني الحاله الواضحه من هذا المثال لنفترضها انه انا عندي علم اجمالي يعني بالقطع واليقين ان احد الابريقين قطعا هو نجس او عندي ثلاثه اباريق او اربعه مثلا فبالنتيجة هذه الأربعة أعلم بالقطع واليقين أحدها نجس والثلاثة الأخرى طاهرة ولكن ياه من عندهن أليف هو النجس باء هو النجس جيم هو النجس دال هو النجس ما معلوم فإذا افترضنا إبريقين لتوضيح الصورة ولتسهيل المسألة لنفترض إبريقين أو إناءين أحدهما نجس بالقطع واليقين والآخر طاهر بالقطع واليقين، لكن بالنتيجة أنا اشتبه علي الحال ولم تتضح عندي الصورة، فأي منهما هو النجس وأي منهما هو الطاهر هذا غير واضح. بالنتيجة عندي علم بالقطع واليقين بنجاسة أحدهما، فما هو الحكم؟ ماذا أفعل؟ هل أستطيع أن أستخدم أحدهما باعتبار انه غير مشخص غير معين واعتبره طاهر واحكم على الاخر انه نجس او لا يقول هنا لا يمكن كذلك فإذا علم اجمالا بنجاسة ماء احد الاناءين فحينئذ لا يمكن ان استخدم الاناءين في التطهير ان استخدمه في التطهير لا يمكن سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به أقول حينئذ ما أستطيع أن أستخدمه ما أستطيع أن أستخدم لا الإناء الأول ولا الإناء الثاني مع أنه بالقطع واليقين هو النجس أحدهما فقط واحد هو النجس مع ذلك يقول لا يمكن كذلك سواء أعلم بطهارة ماء الآخر يعني كما ذكرنا في المثال أنا أعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر يعني الآخر طاهر مئة بالمئة طاهر بالقطع واليقين هذا المثال الأول فهو علِمَ بطهارة ماء الآخر أو لا مثال آخر يقول لو فرضنا أنا أعلم بنجاسة أحدهما، أحدهما نجس قطعا بالقطع واليقين. والآخر هل هو طاهر أو لا؟ مشكوك. قد يكون طاهر وقد يكون نجس، ولكن الآخر لا أعلم أنه أيضا نجس، إذا كنت أعلم أن الآخر أيضا نجس سيكون عندي علم تفصيلي بعد. ولا يوجد عندي علم إجمالي. لأنه مع علمي بنجاسة الآخر يعني أن الأول قطعا نجس وأن الثاني قطعا نجس. لا يوجد اشتباه لا يوجد شك وتردد وانما القضيه واضحه ومعلومه اما اذا افترضنا ان احدهما نجس بالقطع واليقين والاخر يحتمل انه نجس ويحتمل انه طاهر لا اقطع انه طاهر او لا يوجد عندي اصل يحقق انه طاهر فمجهول الحال لا اعلم انه طاهر او نجس مع ذلك ما دام عندي شك في انه طاهر او نجس هذا الاخر فحينئذ لا اقطع بنجاسته، لا استطيع ان اجزم بانه نجس، فيبقى عندي علم اجمالي. علم اجمالي بانه احدهما نجس بالقطع واليقين والاخر مشكوك الحال. فبالنتيجه ايضا لا استطيع ان استعمل اي من الاناءين، كلا الاناءين او الثلاثه او الاربعه او الخمسه او السته كما تختلف الامثله القضيه قاعده قاعده واحده الاختلاف في المثال لا يغير في الحكم الشرعي فحينئذ قال في مثل هذه الحاله في حاله العلم الاجمالي لم يجوز له رفع الخبث باحدهما فلا يجوز التطهير باحد الاناءين التطهير من الدم التطهير من البول التطهير من الغائط الى اخره من النجاسات ف لا يجوز رفع الخبث بأي واحد من الإناءين ولا رفع الحدث به ولا أستطيع أن أتوضأ به أو أغتسل به فكل الأمرين لابد أن يترك كل الإناءين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة مهما اختلف المثال نعم هنا فقط حالة استثنائية واحدة تختلف فيها حالة العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي وهي أنه إذا كان هذين الإناءين المشكوك حالهما المشتبه حالهما أنه قطعا أحدهما نجس والآخر معلوم غير معلوم النجاسة أو أنه الآخر معلوم الطهارة فجئت ومددت يدي على أحد الإناءين أنا حينما وضعت يدي على أحد الإناءين لا أستطيع أن أجزم وأقطع بالقطع واليقين أن يدي قد تنجست لانه يحتمل ان يدي قد قد وضعت قد صارت في الاناء الطاهر لا يوجد عندي قطع بالقطع واليقين انها اصابت الاناء النجس بالخصوص اما في العلم التفصيلي لو كنت اعلم ان هذا الاناء بعينه هو النجس حينما اضع يدي فحينئذ اقطع بالقطع واليقين ان يدي قد تنجست فإذا هنا فارق واحد أساسي بين الحالتين حالة العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أنه في العلم التفصيلي بمجرد وضع اليد في الإناء النجس الذي أعلم تفصيلا بنجاسته ستكون أي سيكون عندي علم بالقطع واليقين أن يدي قد تنجست أما في العلم الإجمالي كان عندي إناءين ولا أحرز ولا أعلم ايهما هو النجس بالقطع واليقين وان كنت من حيث من حيث العلم الاجمالي انا اعلم بالقطع واليقين ان احدهما هو النجس ولكن حيث انه غير مشخص فحينما وضعت يدي على واحد بالخصوص وليس على الاثنين لانه لو وضعت يدي في الاثنين فقطعا يدي قد تنجست لانه العلم الاجمالي هنا قد تنجز وقد حصل بالفعل وصار يقينيا بتفاصيله صار يقينيا اما اذا وضعت يدي في احدهما ولم اضعها في الاخر وحيث اني اجهل ان الذي وضعت يدي فيه هل هو الطاهر او النجس فحينئذ هذا الملاقي هذه اليد التي لاقت هذا الاناء هذه اليد لا استطيع ان احكم ب نجاستها وانما تبقى على طهارتها ولذا قال ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لاحدهما الا اذا هذا ان شاء الله الوقت ادركنا ان شاء الله ياتي تفصيل اكثر في هذا البحث في الدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم <applause>